بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل مع بعض دروس السي بلس بلس. هنتكلم النهاردة عن حاجة جديدة، هنعرف الفرق بين حاجة اسمها passing by value و passing by reference. طيب قبل ما نتكلم ونفهم ايه الحاجتين دولت، هنبدأ نعمل برنامج صغير كده علشان نوضح بيه الدنيا. طيب هنعمل برنامج، البرنامج ده وظيفته ان هو يبدل لي بين قيمتين. يعني ايه الكلام دوت؟ انا عندي مثلا اكس بتاعتي بخمسة وواي باربعة، انا عايز ناتج البرنامج ده ان الواي تبقى بخمسة والاكس تبقى باربعة. طيب انا عشان ابدل قيمتين مكان بعض، هتقول لي سهل قوي، هروح قايل له كده اكس بتساوي واي، واي بتساوي اكس. طب تعالوا نعمل تريس كده بقى للبرنامج ده، نمشي عليه خطوه خطوه ونشوف هيطلع لنا ايه. طيب معلش ثانيه، انا عايز امشي على البرنامج ده علشان اشوف هيطلع لي ايه. اكس بتساوي واي، يبقى الاكس عندي دلوقتي بقت بكام؟ باربعة. والواي بكام؟ باربعة. واي تساوي اكس، واي عندي هتساوي كام؟ ما الاكس باربعة، يبقى الواي هتساوي كام؟ اربعة. والاكس هتساوي اربعة. طب ايه ده؟ ده انا كده طيرت القيمة بتاعت الواي اصلا، يبقى انا الطريقة دي عندي غلط. طب علشان احافظ على قيمة الاكس عندي في حتة، ايه الحل بتاعي؟ ان انا بروح جاي قبل ما اقول له اكس بتساوي واي، ده اجي هنا اقول له اسم فاريبل ايا كان اسمه ايه، هعرف فاريبل جديد اسمه تي، تي ده هحط فيه قيمه الاكس، بقت التي بتساوي كام؟ خمسة. وهنا هقول له الاكس بتساوي الواي، بقت الاكس باربعة والواي باربعة. دلوقتي هاجي اقول له الاكس بتساوي التي، هتساوي مين؟ الاكس؟ لا، هخليها بتساوي التي. هتبقى دلوقتي الواي باربعة زي ما هي؟ لا، الواي هتبقى بخمسة، اللي هي مين؟ قيمة التي اللي انا كنت حطيتها، اللي انا احتفظت جواها بقيمة بتاعتي. طيب نجرب نعمل الفانكشن دي. الفانكشن دي مشهورة جدا على فكرة في اي لغة برمجة، دي اسمها فانكشن سواب. سواب دي وظيفتها ان هي بتبدل رقمين مكان بعض. طيب سواب دي نوعها ايه؟ هل هي فانكشن هتعمل لي ريتيرن الحاجة؟ اولا هي بترجع قيمتين، ينفع اعمل ريتيرن لاكتر من قيمه؟ مش هينفع معايا. فبالتالي سواب دي وظيفتها ان هي هتبقى void وبتعمل السي اوت جواها. فهقول له void swap لمين؟ لرقمين int x وint y، وهاجي جواها هعرف التي بتاعتي اللي هي الرقم اللي احنا قلنا هيبقى يتحط على جنب عندي، وهقول له ان التي دي هتساوي مين؟ هتساوي الاكس. وهاجي بعد كده اقول له اكس هتساوي الواي، والواي هتساوي التي. مش دول الثلاث سطور اللي احنا عملناهم من شويه؟ وهقول له سي اوت للاكس، وادي هنعمل تاب ونقول له سي اوت للواي، وادي اند لاين. طيب هاجي بقى جوه المين، نشيل الجزء ده كده اللي احنا عملناه، هحطه فوق علشان يبقى عندنا في الملف. جوه المين انا هعرف انت ان واحد كما ان اتنين، تمام؟ وهقول له يا سيدي سي ان للان واحد والان اتنين، هخلي اليوزر يدخله. وهاجي بعدها هقول له سواب ان واحد كما ان اتنين، وهاجي بعد كده هقول له رن. انا هدخل اول واحد الان واحد اللي هو مقابله مين؟ الاكس. وهدخل في تاني واحد الان اتنين اللي هو مقابله مين؟ الواي. ان واحد ادخلها بخمسة، ان اتنين بتلاتة، اتبدلوا بقت الان واحد الرقم الاولاني بقى بتلاتة مع ان ده كان التاني،
وخمسة بقت التاني. طيب هجرب هنا، انا هنا بس هديله ان ديت قيمة ال، هقول له كده ايه inside swap function علشان يبقى باين لنا انهي اللي جوه الفانكشن دي وانهي اللي جوه المين. طيب هاجي هنا هقول له cout inside main، طلع لي يا سيدي الان واحد ودي تاب، وطلع لي الان اتنين وادي اند لاين، وهعمل رن تاني. هدخل الان واحد خمسة وهدخل ستة. بص جوه السواب فانكشن الستة والخمسة اتبدلوا، بقى الان واحد بستة والان اتنين بخمسة. طب جوه المين الخمسة والستة فضلوا في أماكنهم ليه؟ لأن احنا قلنا قبل كده إن في عندنا حاجة اسمها variable scope. الـ N1 والـ N2 دولت بيمثلهم مين هنا؟ الـ X والـ Y. طب هل الـ X والـ Y دول موجودين أصلاً جوه المين؟ أو ليهم علاقة بالمين؟ لا، ده بينفذوا جوه الجزء بتاع الفانكشن وبيتنسوا. أنا ما عملتش return هنا. فبالتالي نفذوا جوه الفانكشن ووقف خلاص. ده كده اسمه الـ passing by value. اللي احنا عملناه دلوقتي ده اسمه باسنج باي فاليو. احنا بعتنا القيمه بتاعت الان واحد والان اتنين للفانكشن اللي اسمها سواب واشتغلت عليهم، بعتنا القيمه بس، انما الاساس بتاعي محدش اثر عليه. طيب هاجي هنا دلوقتي كده وهقول له علامه الاند دي، وهاجي هنا هقول له برضو علامه الاند دي. بقى معناها حاجه اسمها باسنج باي ريفرنس. يعني ايه؟ يعني انا بقول له شوف لي اللوكيشن ده واثر عليه، شوف لي اللوكيشن نفسه واثر على الداتا اللي جواه. اثر على اللوكيشن مش اثر على القيم بس، مش اثر في مكان مقفول، لا انا بقول له اثر لي على اللوكيشن ككل. يعني روح العب جوه اللوكيشن، شوف اللوكيشن ده واللوكيشن ده وشوف تاثيرهم على بعض. علامه الاند دي معناها ان انا بقول له طلع لي المكان جوه الميموري اسمه ايه. انا هنا بخليه يتعامل مع المكان جوه الميموري. نجرب كده نعمل رن، ادي ستة وتلاتة. بص جوه السواب اتغيروا وجوه المين اتغيروا. ليه؟ لان انا بقيت قايل له روح على المكان نفسه واثر على الداتا اللي جواه. انا مش بغير اسم اللوكيشن، بغير الداتا اللي جوه اللوكيشن دوت. انا بقول له اتعامل مع اللوكيشن. انما في الاول لما كنت قايل له كده انا بقول له اتعامل مع الفاريبلز، مالكش دعوه باماكنهم في الميموري، احجز اماكن جديده في الميموري الاكس وواي واستخدمهم. انما لما قلت له بالريفرنس انا كده قايل له ايه؟ روح لللوكيشن اللي بيشاور عليه، روح لللوكيشن اللي بيشاور عليه الفاليبل الاولاني ده ان واحد ده، روح للمكان بتاعه جوه الميموري والعب جواه. تمام؟ فبالتالي لما جينا عملنا رن التبديل اثر فين؟ في الاثنين. تمام؟ ده الباسنج باي ريفرنس بمنتهى البساطه، ان كل القصه ان انا بضيف علامه الاند ديت علشان خاطر تاثر لي على الفاريبلز بتاعتي نفسها، على القيم اللي جوه اللوكيشن نفسه، تاثر لي على الاساس اللي جوه المين، مش مجرد حاجه مستخدمها بره وخلاص. طيب هو انا يا جماعه ما ينفعش اخد السواب دي؟ في ناس كده هتلاقيها في برامج حاطه السواب بعد المين. هو انا لو حطيتها كده البرنامج بتاعي مش هيشتغل؟ نجرب كده نعمل رن. طلع لي انسايد مين وما طلعليش الانسايد التاني، يعني ما نفذليش الامر اللي هنا. هو في الحقيقه هو ما نفذش السواب. ليه؟ هو البرنامج لو ما كناش عاملين له ران قبل كده ما كانش اشتغل. هو هنا اشتغل دلوقتي لان انا عامل قبل كده برنامج قبل كده ده اتعمل له ران قبل كده. الفكره كلها ان انا هحتاج ان انا اجي هنا قبل المين اعرف الفانكشن بتاعتي. في ديكلاريشن بعمله هنا. طب اعمله ازاي؟ كل اللي بعمله ان انا باخد الهيدر بتاع الفانكشن اللي هو العنوان بتاعها الاساسي ده كده، هاخد كوبي منه واروح حطه هنا قبل الايه المين، واحط في اخره سيمي كولون.
طيب هل لازم اكتب اكس وواي والكلام ده؟ لا، انا ممكن اكتب الانواع بس. ده حاجه اسمها فانكشن بروتوتايب، ده عباره عن تعريف للفانكشن بتاعتي، ان في فانكشن هتجيلك يمين بعد كده اسمها كذا. هاجي اعمل ران دلوقتي، 6 وادي 2، طلع لي الاثنين موجودين اهو، انسايد سواب وانسايد مين. ليه؟ لان انا عرفت المين قبل ما يتكتب ان في فانكشن هتجيله بعد كده. طب هو انا شرط ان اكتب الحاجه بعد المين؟ يعني مش شرط، بس يفضل ان هي تتكتب بعد المين عشان ترتيب البرنامج يبقى ماشي قدامك منطقي، يعني يبقى اريح للواحد في العين. انما كتبتها بعدها قبلها مش فارقه، ان في حاله ان احنا هنكتبها بعدها لازم نعمل له بروتوتايب بر. طب البروتوتايب ده بيبقى عباره عن ايه؟ نفس الهيدر بتاع الفانكشن بتاعي، بس ممكن اشيل منه اسامي الفاريبلز وبحط في اخره سيمي كولون. لو جيت هنا وحطيت سيمي كولون في اخر الهيدر دوت، كده البرنامج بتاعي كله مش هيشتغل، هيعمل لي مشكله وهيعمل لي ايرور. تمام، اتمنى اكون افدتكم في الدرس ده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.